عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. نتكلم خوتي على موضوع اليوم، حبيت نتكلم فقط على خونا العياشي محجوبي، ربي يرحمه وربي يصبر أهله وصبر والديه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المواطن الجزائري أثر في كامل الجزائريين، في كامل الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن، لي فريمون حقيقة يعني والله تأثرنا كثيرا بوفاة هذا الشاب الجزائري، ربي يرحمه وربي يجعل مثواه الجنة إن شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تشوف لاعب مثل دي بروين رجل المقابلة يخرج أوت وستيرلينغ يبقى تيتيلر، تفهم بوكو تشوز. لما تشوف ستيرلينغ مقابلتين في دو ماتش أوت ويلعب تيتيلر، تفهم بوكو تشوز. لما تشوف ستيرلينغ يلعب بأنانية والمدرب ما يخرجوش، تفهم بوكو تشوز. لما تشوف ستيرلينغ لعب كامل المقابلات مع مان سيتي وما خرجوش المونترينر، تفهم بوكو تشوز. لما تشوف ستيرلينغ دولي انجليزي ويلعب في المنتخب الانجليزي، تفهم بوكو تشوز. وكما قالها يا توري، وهذه الكلام اللي كنا ماناش حابين نشوفوه على ارض الواقع، انه غوارديولا عنصري، غوارديولا عنصري ويكره اللاعبين الافارقه، ويكره اللاعبين الافارقه. تفكروا ايتو صامويل اللاعب الكاميروني ويايا توري ويحيى وكولو توري ويايا توري، والان رياض الدور على رياض محرز. انا مش من عوايدي ننتقد مدربين، لكن المقابله تاع اليوم بينت الحقيقه، وبينت مدى العنصريه نتاع غوارديولا، وبينت باللي لاعب مثل دي بروين اللي كان هو رجل المقابله وهو القلب النابض لمان سيتي، يخرج ولاعب مثل سيرلي في مقابلتين اوت 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 ويلعب كامل المقابله، اكثر من 90 دقيقه هو يلعب وما يخرج. تعرف باللي كلام يا توري صحيح، تعرف باللي كلام يا توري صحيح. فريق متعادل بهدف بهدف ويضيع وسيرلينغ اوت اوت، دخل ما يدخلوش، يحمل الخسارة وما يدخلوش. ذنب رياض محرز انه ماهوش لاعب انجليزي، انه ماهوش لاعب الماني ولا ايطالي ولا فرنسي، انه لاعب جزائري عربي افريقي، هذا الذنب الوحيد. غوارديولا هذا هو التفكير نتاعو، تفكير غوارديولا تفكير عنصري بحت، تفكير يحاول باي طريقة يسوق هذا اللاعب الانجليزي اللي هو رحيم ستيرلينغ. وانتم تعرفوا انه غوارديولا بين قوسين الناس اللي تفهم ايش يضرب الشيتا للانجليز والبريطانيين على جال اللاعبين الدوليين تاعهم، منهم وولكر اللي مقابلتين ثاني كوارث، وولكر منهم رحيم ستيرلينغ منهم الميليو تيران هذاك ديفونسيف تاعهم اللي يلعب باريير غوش، يعني كوارث، لكن يلعبوا اساسيين. علاش؟ لانهم دوليين ودوليين انجليز. هذه هي النقطه اللي حبيت نوضحها، لما كان الناس ما تكلمش عليها، لكن هذه حقيقه. اذا بالمختصر المفيد، مانشستر سيتي يدفع ثمن عنصريه غوارديولا وفلسفه زائده لغوارديولا. لما تشوف لاعب مثل دي بروين يخرج والسيرلينغ يبقى، تفهم بوكو تشوز. لاعب تخرجوا لاعب كيما دي بروين ودخل دافيد سيلفا اللي ما كان والو، يعني حتى كي دخل نقولوا دخل، ومن بعدها عندك الوقت انك تخرج السيرلينغ، ما حبيش تخرج السيرلينغ، خليت حتى نسجلوا الهدف الثاني في 8 دقائق الاخيره. ما حلز واش يولي، واش يقدر يدير في 8 دقائق الاخيره؟ واش يقدر يدير؟ ما يقدر يدير والو. لكن عاود ونقول، اذا راح الشامبيونا ولا راح الدوري الانجليزي من مانشستر سيتي، فالسبب الرئيسي هو غوارديولا
وفلسفته وعنصريته هي اللي خلات الشامبيونات يديها ليفربول، رغم انه مازال في البطوله، مازال الدوري طويل، ومازال في المقابله القادمه ضد ليفربول في ملعب الاتحاد، مقابله مصيريه. لو تفوز، لو بين قوسين تفوز، ولو غوارديولا يتخلى عن العنصريه نتاعو وعلى الفلسفه الزايده نتاعو، لو يتخلى، ولو يتخلى على العنصريه وعلى الفلسفه الزايده، ولو تفوز مان سيتي نوعا ما ترجع الامور، يبقى ثلاث نقاط كل شيء ورد. لكن ومن ثم لكن لو يخسر، تخسر مان سيتي، انتهت البطوله لصالح ليفربول، لان بصراحه هي تستاهلها. المدرب نتاعهم يدور في اللاعبين، ما عندوش العنصريه، ما عندوش ليسونسييل، عنده الفايده. اي لاعب بيلعب في ليفربول لازم يقدم الاضافه. اما غوارديولا لا، نهار اللي قال يايا توري قال الكلام هذا، كان الناس قال كيفاش يايا توري ما يعرفش برك يعاد من الافريق، بصح كلامه صحيح. روحوا شوفوا يا الناس اللي سيبورتي البرسا، شوفوا واش دار صامويل ايتو نحاه، شوفوا واش دار يايا توري نحاه. الان ما يقدرش يرفض طلب الانجليز، والعنصريه باينه. يلعب لك واحد كيما سيرلينغ اللي دو ماتش اوت. الان تفكر ليامات اللي كان محرز مقابله، مثلا مقابله مان يونايتد، محرز مد باس ديسيزيف، خرج اوت، خرجوا قالوا اخرج في دقيقه 60 50 ولا 55. سيرلينغ دو ماتش اوت، ما يخرجش باسمه البوست هذيك على السيتي، باسمه هو ما يخرجش، خلاص يهلكها، يخسروا ما يخسروش، ماهوش خارج. بصح نشفى مد باس ديسيزيف رياض، خرجوا. لعب مع الارسنال، دار بون ماتش مع الارسنال كي كان في البدايه نتاعو، خرجوا في الدقيقه 50 ولا في 45، في الدقيقه 47 مع بدا الماتش الشوط الثاني خرجوا. لكن لما يتعلق الامر بالسيرلينغ والو، ما يخرج. نزيد كمان من البيت شعر، ميم ساني اللي مستوى احسن بكثير من سيرلينغ، ساني لعب بعديد من المرات احتياطي والعديد المقابلات ما لعبهمش، بصح سيرلينغ يلعب، يفسد، يلعب اوت، يلعب مبليسي، يلعب ليكيب خاسره، يلعب ليكيب رابحه، يلعب، لازم يلعب. لما قلت لكم انترناسيونال ولاعب دولي انجليزي ما فيهاش، لازم يلعب. تشوفوا واحد كيما والكر ما كان والو، بصح لعبوا المقابله اللي فات بيرونتي، جا بيرونتي للكيب تاع كريستال بالاس، المقابله دي بلعبش، بصح لازم يلعب، يلعب تيتولا، لازم لاعبين دوليين الانجليز لازم يلعبوا، ما فيهاش. ابرز مثال سيرلينغ، مبقاش دو ماتش اوت، يلعب تيتولا، مبقاش. اذا خوتي نعاود نقول، اذا بقى في العقليه هذه واسمه غوارديولا، بطوله مبروك، الف مبروك لليفربول. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.